الواقع انه اليوم المركز الثقافي العربي انتقل الى دولة الامارات لا شك، يعني بعد ان كان في القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق، مع احترامنا لكل هذه العواصم وما اعطت، فان المركز اليوم هو دولة الامارات لجهة معارض الكتب. معرض الشارقة اليوم يصنف ثانيا على مستوى العالم. معرض ابو ظبي ايضا للكتاب مهم، جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة العويس الثقافية، الجوائز الكثيرة، يعني لدينا أكثر من 100 جائزة تتوجه وطنيا وعربيا وعالميا. وبشأن الشارقة فهي ظاهرة حقيقية بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، باعتبار أنه مثقف ومؤرخ ومسرحي ومبدع وهاجسه الثقافة. في الشارقة سنويا 3000 فعالية، ما أهلها لتكون عاصمة العاصمة العالمية للكتاب 2019 بمعرفة اليونسكو. ونحن ندعو من هنا من خلال منبركم أشقائنا في المغرب للإسهام في إنجاح الشارقة عاصمة للكتاب 2019. هنالك لجنة وطنية إماراتية لتسعى نحو إنجاح هذا الحدث وتتصل بكل المثقفين العرب نحو إنجاحه. عندنا أيضا حركة ترجمة تخدم هذا التوجه، يعني سوف نشترك في عدة معارض عالمية بدءا من نيودلهي في 5 يناير المقبل، مع ترجمة 60 عملا في الشعر والقصة والرواية والدراسة النقدية. هذه الأعمال إماراتية وعربية، وسوف يحضر مؤلفوها في المعرض ويوقعوا الكتب المترجمة إلى اللغة الهندية. وعدنا أيضا في إيطاليا في شهر 5 نفس القصة، 60 كاتبا سوف ينتقلون إلى إيطاليا ليحرضوا المعرض تورينو هناك. وهذا الجهد يخدم اختيار الشارقة عاصمة للكتاب. والحقيقة أن الشارقة لها مبادرات كبيرة في موضوع النشر والكتب، ويكفي أن يمكن المدينة الوحيدة الحرة للنشر في العالم موجودة في الشارقة. أنا فخور بذلك، يعني هذه مجموعة من الشباب وأنا أراهن على الشباب، وأنا أعتقد أن الشباب هم الحاضر والمستقبل وقد اختاروني، فكأنني يعني هم أحسوا بما أعطيت، تقدير جميل منهم أعتز به مدى العمر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.